أهلا بكم يا برج الجدي في التوقعات العاطفية لشهر سبتمبر. هنعمل إن شاء الله التوقعات العاطفية للبرج الشمسي القمري الصاعد وكمان الفينوس، فأتمنى إن هي تفيدكم إن شاء الله. طبعا اللي أول مرة بيشوف القناة يشرفني طبعا انضمامك لأسرة القناة بإنك تعمل سبسكرايب، كمان سواء أنت كنت مشترك في القناة أو لا يشرفني إنك تنضم معانا على السوشيال ميديا بتاعتنا اللي بتظهر أمامكم على الشاشة. هتلاقوا كمان الروابط في صندوق الوصف، لأننا بنكون أكتيف ومتفاعلين هناك في الأوقات اللي ما بيكونش فيها فيديوهات بتنزل على القناة. كمان زي ما أنتوا عارفين إن دي قراءة عامة فقط تنطبق عليك بنسبة 50% 100%، ممكن ما تنطبقش خالص وكمان ممكن تكون عكسية. ففي الحالات دي تقدر إنك ترجع للبرج الفينوس أو للقمري بتوعك. فخلينا نبدأ القراءة. بسم الله. برج الجدي شهر سبتمبر. هنا دي طاقتك انت يا برج الجدي تجاه الحبيب. هنا طاقته هو او مشاعره تجاهك، طاقة العلاقة دلوقتي، ايه نواياه تجاهك وتجاه العلاقة في الفترة اللي جاية، ايه هي الخطوة القادمة او ايه اللي هيحصل على ارض الواقع ان شاء الله. وهنا كارت ليك انت للنصيحة. طاقتك انت يا برج الجدي تو فوند، انت ممكن تكون مشغول قوي في الفترة دي، بتعمل حاجات كتير، مشغول في العمل. برج الجدي من الابراج اللي بتحب شغلها جدا وبتقدس العمل، فممكن تكون انت بتشتغل كتير قوي، ورك هارد. كمان لو انت ما بتشتغلش فممكن تكون بتقعد على الانترنت كتير، بتبحث عن عمل او بتتواصل مع اشخاص كتير، ممكن تكون كمان بتتعرف على حد من على السوشيال ميديا او كده، يعني نشط واكتف على السوشيال ميديا. ممكن كمان تكون في ناس منكم بتفكر ان هي تدرس ماجستير او تتعلم حاجات، ممكن تكون بتاخد كورسات مثلا اونلاين او بتتعلم حاجات اونلاين. يعني شايف كمان ان انت متفائل وعينك مفتوحة على المستقبل. في حاجات من الماضي شغلة تفكيرك، لكن انت باصص لقدام وباصص لبعيد، يعني ليك رؤية مستقبلية، يعني بتبص على المدى الطويل ما بتبصش تحت رجلك. كمان روحانياتك عالية جدا وبتحس بحاجات كتير قبل ما بتحصل، وشاكرا التاج عندك مفتوحة ونشطة. انت مجتهد في عملك، انت مجتهد في العمل. ممكن كمان يكون الحبيب ده معاك في نفس العمل. طاقته هنا هوائية كتير، فممكن يكون من طاقة هوائية. في برج الميزان اهو كمان طالع معانا مرتين، لكن مش شرط طبعا. فممكن يكون الحبيب ده من برج الميزان واخد منك موقف مثلا او متردد، وممكن يكون كمان هو اللي قطع معاك بس انت بتظهر له ان انت ولا همك. ممكن تكون كمان بتراقبه بس انت ما بتظهرلوش ده. فدي الطاقة، يعني خلينا نشوف القراية هتقول لنا ايه. ده انتوا الاتنين شكلكم ماسكين لبعض السيوف وفي عند ما بينكم، يعني انتوا الاتنين بتعندوا مع بعض. في نفس الوقت ان انتوا الاتنين روحانياتكم عالية، انت شخص روحاني وهو كمان شخص روحاني، وفي تواصل روحاني ما بينكم وحب كبير. لكن انتوا ما بتظهروش ده لبعض. ممكن كمان تكونوا بتظهروا لبعض العكس وبتعندوا مع بعض انتوا الاتنين. انتوا الاتنين تقلانين على بعض، وزي ما قلتلك ممكن تكونوا شغالين سوا، ممكن تكونوا كنتوا متزوجين فيما بينكم اطفال، وده مثلا انفصال بدون طلاق. فبرغم الحنين الا انكم تقلانين على بعض وكل واحد مركز في حياته وشغله، و تقلنين على بعض دلوقتي. يعني انت طاقتك ايه؟ انت سايب الموضوع كده زي ما تيجي بقى واللي يحصل يحصل، انت مش عاوز تعمل اي حاجة، انت سايبها كده، سايب انت وحظك بقى، يعني مش همك. لا يعني اصل لو جه كلمني دلوقتي انا هتعصب عليه فخليه بعيد احسن. يعني انت شكلك متغاظ منه فبتقول خليني اشوف حياتي دلوقتي، اصلا انا لو كلمته مش هيحصل كويس، فخليني دلوقتي مركز في شغلي، بجمع فلوس، بنجح،
او بتعرف مثلا على ناس جديده. وخلينا بعيد دلوقتي، وقت ما تبقى تيجي صدفه او يجي وقت مناسب نبقى نشوف احنا هنعمل ايه. لو كلمته دلوقتي هتخانق معاه، ممكن تكون كمان بتفكر ترفع عليه قضيه ولا حاجه، فانت مش حابب تتكلم معاه دلوقتي على الرغم من اشتياقك ليه، لان بتشوف ان انتوا لو اتكلمتوا مش هيحصل كويس. طيب هو خليني اشوف، انتوا ممكن تتخانقوا مثلا او كده، ويعني انت مش عاوز ده يحصل، او شايف ان الامور هتتأزم اكتر، فالافضل ان احنا نفضل ساكتين يعني. هو بيحبك، انا مقدرش ان انا انكر ده، بس انا بشوف برضو ان هو في حتة تلاعب، مش بالظبط تلاعب، بس بشوف ان هو يعني من الاشخاص اللي بتحب ان هي تهرب من المسؤولية، او اللي مش جد شوية. ممكن كمان يكون اهله ليهم كلمة عليه، يعني ممكن تكون انت شخصيتك اقوى منه، فهو برضو بيسمع لصحابه، بيسمع لعيلته. ممكن برضو تكون شخصيته مش قوية قوي، فدي برضو مشكلة. بشوف ان هو برضو مش هيعمل حاجة، حتى لو بيكلمك فهيبقى بطرق ملتوية، ومش هيعمل حاجة جادة تجاهك. هنشوف بالظبط ايه نواياه وخطوته القادمة، لكن ده احساسه دلوقتي، ان انت اقوى منه، وان هو اصلا خايف يواجهك، يعني شايفك شديد او شخصيتك قوية بزيادة، وان هو اضعف منك بكتير، وهو اصلا خايف يتكلم معاك، فهو معلق الموضوع. هي دي الفكرة. ممكن برضو ما يكونش هو ضعيف الشخصية ولا حاجة، ولكن هو خايف يواجهك، فبرضو تحصل مشاكل، يعني شايفك متكهرب كده ممكن، وخايف ان الموضوع يزيد، فهو متفهم الموضوع وفهمك كويس قوي، فبيتعامل معاك بالطريقة المناسبة، ان هو شايف ان انت خايف، مش عاوز تكلمه علشان هتتعصب، وهو عارف ده، فعشان كده هو ساكت ومستنيك لحد ما تهدى برضو. طب هو ناوي يعمل ايه؟ ناوي ان هو يشفي نفسه، وان هو ينجح هو كمان، ويركز على عمله، ويحل المشكلة، يشوف بقى ايه لب الموضوع، ما يحلش المشكلة من بره، او ما يحلش القشرة نفسها، وما يحلش القشرة ويسيب الموضوع نفسه، او لب الموضوع يعني. ناوي ان هو يوصل لجذر المشكلة ويعالجه، علشان ما تفضلش في ما بينكم مشاكل على طول. كمان ناوي يراقبك كده، ويشوفك امتى ممكن تهدى، وامتى ممكن ان انت تتناقش معاه، ساعتها هيجي يتكلم معاك ويقولك نحل الموضوع ازاي، ايه اللي يرضيك وايه اللي يعجبك وانا اعمله، بس هو هيستنى الوقت المناسب. ايه هي الخطوة القادمة؟ ان شاء الله هيكون في صلح، وهيكون في خطوة وبداية جديدة، بس هو مستنيك ان انت تمهد له الطريق، او تسمح له بده، لان هو شايفك مش مستعد، وهو مش عارف هيواجهك ازاي، او هيتكلم معاك ازاي. فنصيحتك ان انت تديله فرصة، يعني لو كنت انت حكمت عليه وشايفه ان انت اديت له فرص كتير قبل كده، وهو ما قدرهاش، او ما قدرش مجهودك معاه، او انت خايف يعني مش عاوز تكلمه دلوقتي ومتعصب عليه، فيعني النصيحة بتقولك اديله طيب فرصة أخيرة وشوف، يعني اديله فرصة لو تحب طبعا، لو مش حابب فانت غير مجبر، لكن لو تحب تديله فرصة، الكروت بتنصح بده، حتى لو هتكون فرصة أخيرة، وتشوف هو ممكن هيتصرف معاك ازاي. خليني طيب اشوف كروت الملايكة، بس انا بشوف ان انت اللي مش عاوز تتكلم معاه، فقول لنا ليه بقى يا برج الجدي في التعليقات. غير برج الميزان اللي طلع لنا، في عقرب، وفي عذراء، في دلو، دلو تاني، حوت. بس في برضو حمل، طبعا كل الطاقات موجودة، كل الطاقات. هنا بيقول لك peaceful resolution، حاول ان انت توصل لحل سلمي. شفت انا قلت لك انت متعصب على طول، يعني انت متعصب، فبيقول لك حاول ان انت توصل لحل سلمي، ما تتخانقش معاه،
واهدى كده شوية واديله فرصة، وحاول ان انتوا تتناقشوا بهدوء، ما تتعصبش عليه، حاول انك توصل لحل سلمي. خليني طيب اخد كارت من هنا. بيقول لك ما تخافش من الحب، انت ممكن تكون خايف من العلاقة دي، وكل مرة كنت بتنفصله كنت بترجع تاني علشان انت بتحبه، فانت بتقول انا مش كل مرة هضعف قدام قلبي، انا هحكم عقلي المرة دي ومش هكلمه وهعند معاه فبيقول لك ان هو ده الحب بقى، حاول ان انت تواجه خوفك وان انت تختار الحب، بس مش معنى كده ان انا اقبل بشيء مش عاجبني، يعني حاول ان انت تتناقش برضو معاه ولكن بطريقة سلمية من غير مشاكل من غير عصبية، لان برج الجدي برضو من الابراج العنيدة والعصبية، فما بقولش ان انت تقبل بشيء انت مش عاوزه، ولكن حاول ان انت توصل لحلول سلمية. خليني طيب اخد كارت اخير من هنا. دوتر، ممكن يكون لو انتم متزوجين ممكن يكون هيكون في عندكم ان شاء الله خلفة بنت، او لو انت عندك بنت ممكن يعني من خلال لعبك معاها هيجيلك إجابات كتير لتساؤلات بتدور في دماغك. هنا كمان بيقولك نيو كارير، إن أنت محتاج إن أنت تغير، تعمل كارير شيفت أو تغير عملك، أو إنك في نفس العمل تغير طريقتك بطريقة تكون أكثر إيجابية، لأن ده هيمشيك في اتجاه النجاح يعني. فأنت بتشتغل اشتغل وكل حاجة، ولكن ابعد عن الروتين يعني، او حاول ان انت تشتغل بطريقة مختلفة، ده هيكون سبب لنجاح كبير منتظرك. خليني طيب اشوف المنفصلين منكم، سواء المنفصلين عن هو نفس الشخص ده او اي شخص اخر، منفصلين بطلاق، منفصلين بدون طلاق، اي نوع من انواع الانفصال، هل هيكون في فرصة للرجوع والتواصل خلال هذا الشهر ولا لا؟ خليني أشوف. هيكون في فرصة، وغالبا ممكن هو على فكرة اللي يجي ياخد المبادرة تجاهك ويجي يصالحك، فيعني حاول ان انت تفتح له الطريق زي ما قلنا، لان انت هو اللي متباعد وانت اللي متقوقع، فاديله فرصة، هو عاوز يكلمك. ده برضو برج السرطان او اي طاقة مائية، مش شرط لكن الطاقة دي موجودة. في برضو برج العذراء اهو طلع لنا، وفي حمل ودلو، فانا برضو بقول الابراج علشان انتوا بتحبوا ده، لكن هي مش قاعدة يعني، ممكن يكون اي برج. طيب العزاب بقى، او الناس اللي مستنية حد جديد يدخل على حياتها، هل في فرصة ان شخص جديد يدخل على حياتكم خلال الشهر ده ولا لا؟ خلينا نشوف. لا مش دلوقتي، ده اعتقد ان ده شهر العمل بالنسبة لك، ان انت هتطور من عملك او ان انت تدخل في عمل جديد، مش شهر ارتباط، هو شهر شغل بالاكتر ونجاحات يعني، اكتر ما هو شهر علاقات وكده، هو شهر عمل، فممكن مش الشهر ده يعني.
فدي كانت قراءتكم يا برج الجدي، أتمنى تدعموني بلايك وشير لو كانت عجبتكم، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. بشكركم طبعا كلكم، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.